كاينه فريقه مزيانه تبارك الله الدراري زوينين ركابي عامرين ان شاء الله نجيبوا الرباح من تمايا وغادين روسيا نمشيو نجيبوا الفيزا وغنمشيو حنا راه غادي ان شاء الله ان شاء الله غادي يدير ربي التياويد الخير غادي يربحوا المغاربه بجوج لواحد وكنتمنوا المغرب ديما يبقى هو الاول ديما عنده الحظوظ ان شاء الله غير لا تهلاو فيهم صحاب الجامعه راه كلشي موجود بون ايكيب هما رجال السبوعه كاينين ان شاء الله غنجيبوها من الكوت ديفوار ان شاء الله شي خمسه غنفرقعوهم من الكهال المبين التعادل راه كافينا باش ندوزو وعندنا فرقه اللي تقدر تلعب كره ومشيو بها بعيد ان شاء الله وفي حاله الله يسر الا ما ربحناش نبغي نقول ان الجمهور يبقى واقف مع المنتخب ديالو ورونار يبقى 100% ان شاء الله مربوح تشكيله تتبان لي في مستوى ديال هذا الماتش ان شاء الله يكونوا رجال بحال فريق الوداد ويحمرنا وجهنا باش تكون فرحه عامه على جميع التراب المغربي وان شاء الله جوج زيرو النتيجه غتكون ان شاء الله كاين الرباح ان شاء الله رباح بغينا نجيبوا رباح من تما من كوت ديفوار غنجيبوا الرباح ان شاء الله الله وان شاء الله تربح مربوحة ان شاء الله مربوحة المنتخب كاين المدرب وعندنا لعابة وغنجيبوها ان شاء الله طلبوا التفوق المنتخب المغربي ان شاء الله ولا بدا ربي غيساعدنا وحنا كويرية عليهم بعدا نحاولوا نخرجوا باقل الاضرار نقلبوا على التعادل سينو نفوز بواحد البيت ونرجعوا اللونس والديفونس لا فيغيتي بينا نمشيو لدوسيا وعندنا ايكيب زوينه بغينا تلعب مع فرق عالميه بينا نشوفوها في اوروبا تلعب ضد فرق ديال اوروبا هولندا البرتغال ويكون خير عندنا مدرب زوين عندنا داري واخا كبر شويه فلاس وكاين حتى هما اللي جاوني يقدر يعطيو بحال حكيمي من جهه وعندنا الدرجه الخبره